السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يشهد نادي أولمبيك ليون تواجد عدد كبير من اللاعبين المغتربين من أصول جزائرية، واليوم سنسلط الضوء على واحد من بين أبرز هؤلاء اللاعبين، نظرا لكون اللاعب يمتلك إمكانيات بدنية وفنية كبيرة. ويتعلق الأمر باللاعب الشاب ياسين شايب، هذا اللاعب الذي سيكون له شأن كبير خلال سنوات قليلة القادمة. تذكروا جيدا هذا الاسم ياسين شايب. هذا اللاعب من مواليد سنة 2005 بفرنسا، أصول الجزائرية من جهة الأب والأم. تكون اللاعب شايب في مدرسة تكوين نادي أولمبيك ليون الفرنسي الذي تدرج معه في مختلف الفئات العمرية. يلعب في منصب ظهير أيسر أي مدافع أيسر، وبإمكانه اللعب كذلك في منصب جناح أيسر نظرا لكون اللاعب يمتاز بسرعة فائقة فوق أرضية الميدان، دون أن ننسى مراوغاته السحرية التي تمكنه من احتراق دفاع الفريق الخصم. كما أن ذات اللاعب يمتاز ويمتلك توزيعات عرضية دقيقة تعطي حلول إضافية لزملائه في الهجوم تمكنهم من تسجيل الأهداف. وللتذكير فإن هذا اللاعب الشاب يتواجد حاليا في تحضيرات الفريق الأول لنادي أولمبيك ليون استعدادا للموسم المقبل، وقد شارك معه مؤخرا في مباراة ودية، مع العلم بأن ذات اللاعب تم استدعائه خلال الموسم الفارط في 6 مباريات للفريق الثاني لنادي أولمبيك ليون، أي فريق الرديف، تمكن خلالها من تسجيل هدفين وأبان على مستويات كبيرة، مما جعل إدارة نادي أولمبيك ليون تستدعي للتواجد في تحضيرات الفريق الأول تحضيرا للموسم القادم. سلام.